السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا لمواليد برج السرطان 12 ابريل، ده تاريخ الفيديو بتاعك يا برج السرطان، التاريخ علشان مصداقية قناتك. قراءتك عامة ومفتوحة وتنطبق على الجنسين. ركز معايا كويس جدا في الطالع بتاعك، وان شاء الله باذن الله الطالع بتاعك يكون جميل وكله تفاؤل وفرحة. ادعم الفيديو بتاعك باللايك الحلو وبالتعليق اللي بتصلي بيه على الحبيب، ولعل يكون عندك خير الفترة اللي جاية وطاقة ايجابية طال انتظارها. نشوف مع بعض ايه التوقعات بتاعتنا وايه الاخبار بتاعتنا، وان شاء الله باذن الله برج السرطان ربنا يكرمك من حيث لا تحتسب. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. برج السرطان، بسم الله عليك وعلى ايامك اللي انت فيها حاليا. طاقة جديدة، عندكم امور فيها تجديد، امور حلوه جدا، الحاسه السادسه عاليه عندكم الفتره دي. الطاقه بتاعتكم روحانيه قوي لدرجه ان انتوا بتكتشفوا، لدرجه ان انتوا تعبانين صحيا، بس عندكم مجازفه لحياتكم بشكل كبير جدا. هتجازفوا الالم اللي عندكم، يعني لو انتوا بتتالموا تعبانين مخنوقين متضايقين زي ما يكون اللي عندكم، انتوا بتتجاوزوا اي مشكله حاليا عندكم. ليه؟ علشان طاقتكم عاليه ومرفوعه، وكمان نجمكم هيلمع. كمان انتوا بتحمدوا ربنا على حاجه كبيره جدا موجوده في حياتكم. كمان انتوا هنا بصوا نجمكم، النجم بتاعكم بيدل على ان انتوا في فترة تعب، في فترة ارهاق، في فترة تعب نفسي عندكم. عندكم كمان تخلص من تقيد، عندكم تحرير من علاقة، عندكم امضى. الامضى دي ممكن انتوا تعملوا حاجات جديدة، ممكن تكون امضة سفر، امضة امور خير. عندكم طاقة ايجادية، يعني طاقة كده جدية، طاقة يبقى حلوة، طاقة تجديد للعلاقة بتاعتكم او تعزيز من نفسكم. الله اعلم انتوا ناويين على كذا حاجة الفترة دي، وناويين على الانتصار اللي طال انتظاره في حياتكم. كمان فترتكم دي فترة جميلة جدا لانتوا تحصلوا على حاجات حلوة او حاجات ايجابية. البعض منكم باله مشغول بحاجات كتيرة جدا وعنده ادعية بيحاول يدعيها كتير مع ربنا. انتوا مظلومين، يعني انتوا البعض منكم ممكن هنا يكون بيدعي على حد بسبب الظلم اللي اخده، شخص كان عزيز على قلبكم، كان عامل حبيبه وطلع شخص مش كويس، ما طلعش لطيف زي ما انتوا فاكرين. بتلموا معلومات الفترة دي عن حاجة تعبانة فيكم او عن حاجة مأذيين فيها. كمان انتوا هنا عندكم ست كبيرة بتدعي لكم، الست دي عايزة مصلحتكم بشكل كبير جدا، ففي دعوة مستجابة بإذن الله الفترة دي، علشان انتوا قريبين جدا من ربنا وانتوا مظلومين جدا بسبب الحقد والغل اللي واقع من الناس حواليكم. فعشان كده هتسمعوا خبر حلو قوي الفترة دي، والخبر ده هتكونوا مبسوطين بيه جدا، وان شاء الله بإذن الله هيكون عندكم امور حلوة. كمان انتوا عندكم كشف حقيقة، والكشف الحقيقة دي هيخليكم تعملوا تحاليل، هيبقى في تحاليل عندكم في كشف الدكتور، انتوا عايزين تكشفوا. انتوا دايما الطاقة السلبية كانت متوزعة عليكم بسبب الاعداء، وعشان كده انتوا قفلتوا البيبان في وش ناس كتيرة جدا، ما توقعتوش ان هم يحصل منهم كده. في اسئلة ما انتوا مش فاهمينها بس مستنيين انفراجتها في حياتكم. اتظلمتوا من ناحية الحب ومن ناحية الفرح. الفرح بقاله مدة غايب عنكم، بقاله مدة ضايع عنكم، فعشان كده هيكون في عودة لحياتكم بشكل كبير. كمان انتوا هيكون في امتياز عندكم، في شهادة امتياز في حاجة حلوة. كمان هنا بسم الله يعني تبارك الرحمن عليكم، في نجاح حلو، وبسبب النجاح ده هيكون عندكم شهرة، اكتر من باب مفتوح عندكم، وده بيدل على النجاح وعلى الخير في حياتكم. انتوا الفترة دي بتقروا صور معينة في القرآن، عايزين تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم هنا يعني في حاجة انتوا اتعلمتوا منها، ممكن يكون اتعلمتوا من اللي انتوا شايفينه في حياتكم، اتعلمتوا من ان انتوا ما تكونوش اضعاف شخصية، اتعلمتوا ان انتوا بلاش طيبة القلب، حاجات كتيرة جدا اتعلمتوها او حاولتوا ان انتوا ما تعملوهاش تاني علشان الحاجات اللي انتوا عملتوها حاليا وجعتكم. كمان خدتوا قرار ان انتوا تغيروا نفسكم بشكل كبير جدا، عمالين تسعوا علشان تجمعوا المبلغ اللي انتوا عايزينه وتعملوا اللي انتوا محتاجينه.
كمان في طريق سفر مفتوح، وطريق السفر ده هيخليك توصل للهدف اللي انت محتاجه، وكمان هيبقى في بعضكم عنده امل للرجوع بينه وما بين حد، في رجوع عندكم هنا او في شخص بيفكر فيكم، بس انتوا في حد كارهينه او في حد عندكم في غربة، في حد من الاهل وقع عليكم ظلم منه الله اعلم. كمان انتوا هنا عندكم اخوات، الاخوات ظلموكم، الاخوات اكلوا حقكم، انتوا منتظرين حاجة فارغ الصبر ومستنيينها تحصل. كمان انتوا ثقتكم نزلت في ناس كتيرة جدا بسبب الظلم اللي وقع عليكم، فعشان كده عندكم خير، عندكم حد هيزوركم الفترة دي وهيبقى زيارته خير ليكم وهيديكم طاقة ايجابية. كمان لازم الفترة دي تطلعوا من العزلة اللي انتوا فيها ومن الوحدة، عشان انتوا حاسين ان انتوا لوحدكم، حاسين ان مفيش اي حد جنبكم. كمان هنا في رسالة انتوا هتبعتوها لحد او حد هيبعت لكم رسالة الفترة دي. دايما حاسين في ارض بيتكم ان انتوا بغربة، يعني لو انتوا متجوزين او انتوا في وسط عيلة او في وسط اهل، حاسين ان انتوا في وحدكم، حاسين ان انتوا مفيش حد جنبكم، حاسين ان انتوا مفيش اي تجديد معاكم، مفيش اي طاقة مستجدة لحياتكم، حاسين دايما كده ان انتوا في رجوع لحياة كتيرة جدا لوحدكم. كمان هنا عندكم حد، الحد ده واقف جنبكم بيحاول يساعدكم بشكل كبير جدا، بيحاول ان هو يديكم من حاجات كتيرة جدا. كمان هنا في صديق، الصديق ده مقرب ليكم، بيحبكم جدا، فعلا عايز مصلحتكم، لدرجة ان هو يعني عايز يساعدكم بأي طريقة، بس انتوا مهمومين ومش شايفين اي حاجة حواليكم. في هنا حرف السين وحرف الألف وحرف النون، بينكم كلام، بينكم أمور، في فتح حساب بينكم الله أعلم. في هنا ذكرى، والذكرى دي كل ما تفتكرها بتزعل قوي لحد الآن. عندك حاجة هتتحقق فما تقلقش، انت عندكم فرح الفترة دي، هتكونوا مبسوطين جدا، الفرح قرب على بابك، بس عايزاك تحذر او عايزاكم تحذروا من التعب اللي انتوا فيه حاليا، من طاقة التعب اللي انتوا بتهملوا في صحتكم فيها، فعشان كده دايما الصحة عندكم تعبانة. اهل الشريك سببولكم ضغط نفسي الفترة دي، وعشان كده انتوا بدأتوا تاخدوا قرارات حاسمة الفترة دي. ما تقلقوش ان انتوا هتعدي على خير، ما تقلقوش خالص عشان انتوا قلقانين. كمان انتوا هنا في حاجات غريبة، يعني حاجات كده غريبة بتحصل لك، مشكلتك ان او مشكلتكم ان انتوا فاقدين الامان، فاقدين الاحساس بالناس اللي حواليكم. المنفصلين تعبانين جدا، المنفصلين في تفكير رهيب عليهم الفترة دي. كمان اقدر اقول لكم ان انتوا عندكم رجوع لحد هيتجمعوا من الماضي، والحد ده هيتفتحوا كده كلام بينكم، وهيبقى فيه صراحة وهيبقى فيه نجاح حلوة جدا. البعض منكم هنا عنده حاجة مرفوضة، في حاجة انتوا عايزينها مرفوضة، مش بتتم، ما بتحصلش، في فراغ في حياتكم، مستنيين طبطبة، يعني مستنيين حد يطبطب عليكم فعلا، مستنين حد يتكلم معاكم، انتوا خارجين او هتخرجوا من طاقة مأثرة عليكم، من طاقة ضغط عليكم في جسد في نفسي، في اكتر من حاجة عندكم انتوا بتتمنوها الفترة دي، فما تقلقوش خالص، لان انتوا عندكم طاقة حلوة. حد هنا، حد هيقول لكم برافو عليكم ان انتوا هتنجحوا وهتوصلوا للحلم بشكل كبير جدا. كمان في جزء من احلامكم انتوا خايفين منها، علشان دايما الحاسة بساعته، الحاسة السادسة بتاعتكم عالية، ودايما الحاجة اللي انتوا بتخافوا منها بتحصل، ومش كده وبس، انتوا روحانيتكم في دقة، يعني بتدققوا جدا فيها، وحاجات كتيرة جدا من الروحانيات بتاعتكم بتحصل على طول، شاكين بينك، في شك بينك وما بين حد، او انتوا في شك، يعني انتوا بتربطوا احداث بينكم وما بين حد، في حاجة مش متخيلينها من حد، في حقيقة عندكم هتظهر لكم الفترة اللي جاية،
وهتكونوا مميزين جدا في كشف الحقيقة دي، لدرجة ان انتوا هتعرفوا ناس كتيرة جدا، وعشان كده هيكون في امور فيها تجديد ليكم، فياريت تخلوا بالكم كويس كده. كمان هنا في يعني انتم منبهرين جدا بافعالكم مع الاخرين، منبهرين جدا بطريقتكم. انتوا هنا ظالمين قلبكم مع حد، او ظلمتوا نفسكم مع حد. في مبلغ من المال جاي لكم وهيحسن الطاقة بتاعتكم وهيخليكم مبسوطين جدا، فما تقلقوش خالص، لان روحانياتكم هتكون عالية الفترة دي، وهتقفوا او هتحققوا اكتر من حاجة. بس دايما اقول لكم ابعدوا عن اي طاقة شك او اي طاقة خمول، اي طاقة تعب، اي طاقة حاجة مؤثرة عليكم، لازم فورا تبعدوا عنها علشان المشاكل اللي مؤثر عليكم تعبكم في النفسية. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. طاقة خمول ملازماكم طول الوقت، طاقة حسد شديد من ناس مقربة كنتوا فاكرين ان انتوا بتقولوا عليها حبيب، طاقة يأس عندكم متحكمة فيكم بشكل كبير جدا. انتوا بقالكم اكتر من مدة امور فيها طاقة، يعني بطاقة رهيبة جدا. في ناس ظلموكم، في واحدة منهم دخلت بيتكم خربته، اكلت حقكم، ظلمتكم فعلا، اتاكل حقكم بشكل كبير. كمان انتوا هنا على جميع الاوضاع، الظروف الفترة دي يعني فيها طاقة مأثرة عليكم. كمان انتوا هنا في امور بتحصل عندكم فيها تجديد. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، الظروف هتبدأ تتحسن. بس انتوا هنا في طاقة يأس زي ما قلت لكم، ومظلومين قوي وملكمش غير ربنا، فانتوا هتطلعوا من طاقة اليأس دي، وهتطلعوا من طاقة الحسد. يعني انتوا مازال بتعفروا، مازال بتعملوا علشان تطلعوا من اللي انتوا فيه. عندكم مال ومش عارفين توصلوا له، عندكم ورث او ليكم حق عند حد ومش عارفين تاخدوه ولا عارفين تروحوا عنده، فياريت تخلوا بالكم كويس جدا. انتوا هنا عندكم لغة العيون، لغة الشفايف، بتفهموا الناس اللي حواليكم على طول. عندكم حد من ابراج مائية، في محاكم بينكم، في طاقة بينكم، في حاجة، او في حد عندكم متعدد العلاقات، بيحب العلاقات الكتير، بيحب ان هو يكون اكتر، عنده اكتر من علاقة، عنده اكتر من حاجة، وده طبعا حاجة انتوا مش راضيين بيها ومتضايقين قوي من الحاجة دي، وبتسألوا كتير جدا يا هل ترى ايه اللي بيحصل ده. عندكم باب هيتفتح، عندكم الباب اللي هيتفتح ده هتشتروا، هتبيعوا، هتعملوا حاجات جديدة، ما تقلقوش خالص. انتوا خدتوا فترة من التعب واليأس، فعشان كده الفترة اللي جاية الكام القمر عندك هيكتمل، وده بيدل على ان انت خروج من محنة، فوضتوا امركم لله، وعشان كده هنا هيكون في ضيق على صدركم، ومن بعدها خبر هتسمعوه هيفرحكم قوي. كمان في حد رجع لكم من غربة، في حد رجع لكم من حاجة بعيدة. كمان بصوا هنا، انتوا هنا في امور فيها تعطيل في العمل، في فترة العمل حاليا، وكمان انتوا محتارين ما بين حاجتين، ممكن يكون عندكم شخصين او ممكن يكون عندكم حد. انتوا محتارين في موضوعين، في قرارين، في شخصين، في حاجتين، الله اعلم. بس انتوا في حيرة عندكم، الحيرة اللي عندكم دي مأثرة عليكم، مخلياكم مش عارفين تاكلوا ولا تناموا ولا تشربوا، فعشان كده لازم تطلعوا من حالة الاكتئاب وحالة الحيرة دي، والوجع اللي قاهركم لازم تطلعوا منه، علشان الغربة دي مأثرة عليكم انتوا بشكل كبير. كمان هنا يعني في حد بيتكلم عليكم،
انتوا طيبين جدا، بتدوا من غير مقابل، بتعفروا من اجل الاخرين، بس خلوا بالكم ان انتوا هنا في حاجة خطيرة عندكم، انتوا دايما بتحسوها من وقت للتاني. كمان بإذن الله هيبقى في نور في الطريق اللي انتوا صبركم فيه خلص، ما تقلقوش خالص، انتوا خلاص في جواز من بلد لبلد او من غربة او من مكان معين الله اعلم، او في حد عندكم حرف الجيم وحرف الياء، الحروف دول موجودة في عندكم، بينكم ما بينهم بلد او بينكم ما بينهم غربة الله اعلم، بس انتم متفائلين جدا، والناس اللي في الغربة هترجع لبلدها الفترة دي، انتم منتظرين اقامة، منتظرين ورق، منتظرين حاجة معينة انت، وممكن البعض ممكن يكون مش مرتاح في بيت اهله، بس انتم ماشيين في طريق عدالة، ماشيين في طريق نور من بعد الظلمة اللي قلت لكم عليها، في زواج صالح، في خير عندكم حلو جدا، ربنا كمان هيكفيكم شر ناس كانت عايزة توقعكم في مكيدة. دايما اقول ان مرات الاخ بتسلط الاخوة عليكم، بتسلط حد عليكم، ودايما في مشاكل بينكم وفي طاقة سلبية، وعشان ومنها برضو جاي لكم اليأس. كمان انتوا هنا في ناس غريبة عنكم بس بتساعدكم في حاجات كتيرة جدا، طيبة، الطيبة والخذلان اللي بتاخدوه من ورا بعض بسبب الاشخاص اللي جايلكم من ابراج هوائية، تعبانين بينكم، مفيش تفاهم، بس في تجمع حلو الفترة اللي جاية، في حد مريض، الحد المريض ده عندكم ممكن تكون أم، ممكن تكون أب، ممكن تكون أخت الله أعلم، بس في حد عندكم مريض تعبان قوي، نفسيته دايما تعبانة، مفيش استكمال عنده في أي حاجة، عايش وكأنه مش عايش، كاره في حاجات كتيرة جدا في حياته، بس الفترة اللي جاية في ناس هتشرب من نفس الكاس اللي شربت انت منهم الله اعلم مين هما، بس في ناس فعلا عرفوا يضحكوا او عرفوا يستغلوك في حاجات كتيرة جدا، فعشان كده انتوا يعني هتفرحوا جدا، انتوا ما بتحبوش تشمتوا في حد، بس اللهم لا شماتة، انتوا هتقولوا ربنا فعلا جاب لنا حقنا في ناس كتيرة جدا، انتوا تلقائيين جدا في التعامل، تلقائيين جدا في كلامكم، تلقائيين ما تعرفوش تزوقوا كلام ولا بتعرفوا تزوقوا اي حاجة في حياتكم، وعشان كده الفترة اللي جاية دي هيكون في خير عندكم وهيكون في فرحة طال انتظارها، وزي ما قلت لكم هيكون عندكم نجاح وازدهار بإذن الله، والنجاح والازدهار ده هيكون جايلكم من ورا طيبة القلب اللي عندكم. رقم 15 ده بيميز لكم حاجة في حياتكم، او انتم مستنيين حاجة تخص رقم 15 الله اعلم. ما بقيتوش تثقوا زي في حد زي الاول، ما بقيتوش مستنيين حاجة من حد، عايشين في توهة، تايهين جدا الفترة دي، عندكم حاجات غريبة بتحصل لكم في معدتكم، في جسمكم وجع كده غريب بيظهر ويختفي، مغص بيجيلكم ويختفي، معشرين ناس غريبة كتير، ودي حاجة تعباكم، تعبتوا من طاقة التفكير الفترة دي، في حاجة اكتر من حاجة بتفكروا فيها، في اكتر من حاجة عايزين تعملوها، وعشان كده اخدة منكم تفكير رهيب، كمان بتحاولوا ان انتوا تطلعوا من اي حاجة ضغطاكم، من اي حاجة مؤثرة عليكم الفترة دي، عندكم فدوة، حد هيحاول ان هو يطبطب فعلا عليكم، حد فعلا يحاول ان هو يعمل لكم حاجة جديدة، حاجة مختلفة الله اعلم. كمان انتوا هنا في بنوتة عندكم، البنوتة دي يعني في واحدة ست او بنوتة عندكم، البنوتة دي لها علاقة بالظلم اللي انتوا فيه، لها علاقة بالتعب اللي انتوا حاليا بتعانوا منه، وبتقول وانتم زعلانين قوي، ما توقعتوش ردة الفعل من الناس دي، ما توقعتوش ان هم يعملوا فيكم كده، عشان كده بتجسفوا،
في كمان فتح مشروع من بعد خسارات كبيرة في حياتكم، في تحسين الدخل عندكم، كنتم مخطوبين او كنتم متزوجين او كان في شخص في حياتكم دخل طرف ثالث تدخل، فاشكل الموضوع بس انتوا بتحبوه جدا، علاقتكم بيه قوية او نفسكم ترجعوا له او يعني مستنيين الرجوع بقدر المستطاع. الطريق اللي انت هتاخده فيه قرار حلو هيحسن من الدخل بتاعكم بشكل كبير جدا، هيبقى في تغيرات حلوة وانتوا في فترة انتظار، منتظرين الحمل، منتظرين النقلة، منتظرين الطاقة، منتظرين الامور اللي فيها تجديد عندكم، في خير قادم ليكم، فما تقلقوش خالص. ليه؟ علشان انتوا فعلا مهمومين الفترة دي، في ورقة هتمضوها والورقة دي من بعدها هتكونوا في قمة الازدهار، وهيكون عندكم ربح جديد او طاقة جديدة او حاجة معينة هتفعلوها، الله اعلم. عندكم نجاح من بعد التعب اللي انتوا فيه حاليا، عندكم تجديد في اشياء مختلفة، تجديد في رزق معين انتوا بتعثروا فيه حاليا، طاقة التفكير واللي انتوا ظلمتوا نفسكم فيها دي هتاخد فترة معينة وهتبدأوا تحسنوا. دايما اقول ان انتوا في ناس طمعانة فيكم، كان في حد عرض عليكم في يوم من الايام علاقة عاطفية وانتوا رفضتوها، عرض عليكم انه يفتح معاكم قصة او علاقة وانتوا بعدتوا، الله اعلم، مشيتوا، قلتوا لا احنا مش عايزين تواصل مع حد، مش عايزين حاجة مع حد، قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تبعدوا، الله اعلم. بس انتوا حرفيا بقيتوا مختلفين اول الفترة دي. عندكم استجابة لدعاء، حد هيستجاب لدعائكم، يعني حد هيدعي لكم وربنا هيستجاب لدعاء باذن الله. وعايز اقول لكم ان انتوا هتكون عندكم مسند كبير من عند ربنا هيسندكم في وقت التعب بتاعكم، ووقت ما تحسوا ان انتوا يعني حاسين بالوحدة، حاسين بالغربة، حاسين ان مفيش حد جنبكم، اتأكدوا ان في اللحظة دي هتلاقوا ناس كتيرة جدا حواليكم، هتلاقوا الفرج اللي انتوا محتاجينه، هتلاقوا الطاقة اللي انتوا بتحلموا بيها، هتلاقوا التغيرات اللي انتوا في حاجات مستنيينها، الله اعلم. انتوا بتكتشفوا ومازال بتكتشفوا، لسه عندكم يعني حاجات بتتفتح قدامكم، لسه في حاجات في اماكن بتكتشفوها. البعض منكم بيحب يكتشف حاجات جديدة، البعض منكم بيحب يدور، البعض منكم عنده حاجات متلخبطة بيحاول يرتبها. ما شاء الله عليكم، اي نعم عندكم ظلم وكسرة قلب اكتر من مرة ومازال مكسور قلبكم، بس ما تعرفوش التعويض اللي هيجيلكم من عند ربنا هيكون ايه، ما تعرفوش الفرحة اللي انتوا عايزينها دي هتكون ايه. البعض منكم من كتر الديون اللي عليه بدأ يبيع حاجات هو مستحيل كان يفكر يبيعها، عفش في بيت، طاقة، بدأ يبيع حاجة تخصه، بدأ يعرض حاجات للبيع كان فعلا مستحيل ان هو يبيعها، وعشان كده انتوا مستنيين تأشيرة في حاجة تخص في محكمة، تخص حاجة يعني تخص دولة انتوا مستنيينها، وبتقولوا بمجرد ما الحاجة دي هتجينا ان شاء الله بإذن الله هيبقى في طاقة كده عامة. في حد فعلا عايز يقرب منكم ويطبطب عليكم الفترة دي، علشان شايف قد ايه انتوا اتظلمتوا، وشايف قد ايه ان انتوا فعلا حاسين حتى في وسط العيلة بالغربة، حاسين في وسط العيلة ان انتوا نفسيتكم تعبانة، نفسيتكم فيها ضيق وفيها خنقة. هنا عندكم حرف الواو والسين والفاء واللام، الحروف دول أولادكم، الحروف دول لكم صلة بيهم، الحروف دي في حاجة بينكم الله أعلم، بس الأولاد دي يعني انتوا بالكم مشغول بيها طول الوقت. في حما، الحما دي ممكن تكون بتاعت أسحار أو حد من أهل الشريك، مش حابين لكم الخير، بيحقدوا عليكم دايما كده، بتكونوا قاعدين بيقول لكم كلام مش لطيف وانتوا مش حاببكم الموضوع، بس انتوا ساكتين وبتقولوا كل حاجة هتعدي من اجل الشخص اللي معايا، صح، بتقولوا الكلام ده كتير جدا. خسرتوا ست كبيرة في حياتكم
او حد، يعني مش لازم تكون ست كبيرة في السن، ممكن تكون ست كبيرة في الخبرة، ست كتير، ست كبيرة في التجارب، في الحياة. المال عندكم دايما الفلوس متبخرة، المال عندكم ما بيقعدش ابدا، على قد ما بيجي على قد ما بيروح، ما فيش توازن عندكم في المال، مش قادرين تشيلوا حاجة من ناحية المال. فعشان كده هنا انتوا في كلمة اسفين عايزين تقولوها لحد، كلمة الاسف عايزين تتأسفوا لحد الفترة دي بشكل كبير جدا. حالتكم النفسية بدأت تتحسن بشكل حلو كمان، انتوا هتاخدوا قرار، والقرار ده هيكون مبني على اشياء انتوا هتفعلوها الفترة دي بالتدريج، وبعد كده هتاخدوا خطوة جديدة او طاقة معينة، امور جديدة الله اعلم، وهيبقى في تجديد عندكم، وهيبقى حالة او امور هتحلوها انتم بنفسكم. البعض منكم ناوي هذه هدية لحد، او البعض منكم بيفكر ان هو هادي هدية لحد، وزي ما قلت لكم انتوا طيبة قلبكم هي اللي وقعتكم في المشاكل دي، هي اللي تعبتكم، وهي اللي خلتكم تحاولوا بقدر المستطاع تفتحوا صفحة جديدة في حياتكم. كمان انتوا هنا بدأتوا تكونوا عندكم رد لكل حاجة غير الأول، في الأول كان ممكن حد يجي عليكم وتسكتوا، دلوقتي لأ، أصبح إن الكلام بالكلام، يعني لو حد قال لكم كلمة بتردوا عليها، ما بتسكتوش، بقى عندكم سرعة الرد، بتردوا كده وبتاخدوا حقكم على طول. ليه؟ علشان ناس كتيرة جدا عرفت تشمت فيكم، وناس كتيرة جدا ظلمتكم، رغم ان انتوا كنتوا كويسين جدا معاهم، وكنتوا فعلا حابين الخير لكل الناس اللي حواليكم. بس كمان انتوا هنا هيبقى في يعني لمة حلوة في الأسرة، قعدة حلوة في الأسرة، هتقعدوا كده قعدة لطيفة، قعدة جميلة، وهيبقى في أمور حلوة، كل واحد هيفتكر ذكرى حلوة، هيقعد قعدة جميلة، هيبقى في أمور عندكم هتطلعكم من أي طاقة خمول أو أي طاقة كسل. فما تقلقوش خالص، انتوا عندكم شخصية جميلة، وشخصية هتاخدوا بيها حقكم تالت ومتلت عن الأول. ليه؟ علشان انتوا هنا فعلا مظلومين، وكسرة القلب عندكم كبيرة، فعشان كده عايزين تاخدوا قرارات حاسمة، وعايزين تبنوا مستقبل جميل. البعض منكم عايز يعمل أكتر من حاجة. تحياتي ليكم، وأتمنى لكم الخير والسعادة والهنا والرزق والتفاؤل. ولو عجبتكم قراءتنا النهاردة انزلوا وبلغوني في الكومنتات.